طيب أثناء احتلال جيش أرمينيا دكتور محمد لإقليم كرباء، حولوا المساجد التي تتواجد في هذه المدينة إلى حظائر للبهائم مع الأسف الشديد، لكن في النهاية انتصر جيش أذربيجان بفضل المولى عز وجل، ثم بدعم أردوغان والجيش التركي لهم بالسلاح، واستطاعوا أن يحرروا هذا الإقليم من جيش أرمينيا، والآن أرمينيا تتودد لأردوغان. كان حاضرا رئيس الوزراء الأرميني كما شرحنا، لكن ما لفت الأنظار هو مكان جلوس رئيس وزراء أرمينيا، يعني أجلسوه في الصف الثاني خلف رئيس أذربيجان وهو وافق. بماذا تعلق على جعله في هذه المكانة ووضعه في الصف الثاني في حفل تنصيب الرئيس أردوغان؟ في من يتابع أو درس أو يعلم البروتوكولات السياسية أن هذه الرمزية لها هدف، ليست عفويًا أو اللامبالاة أو غير مدروسة، لا، تشير هذه إشارة على أن المقدم والذي يعتبر معنا هو الأذربيجاني، هو الذي جلس في الصف الأول، وأما أنت بالأمس كنت ضدنا واليوم أتيت فلا نردك ولا نقبلك، لكن مرحبا بك لتعلم أننا نحن نستقبل الجميع، ومرحبا بك، وإذا أردت أن تتعاون مرحبا، لكن أنت في الصف الثاني صحيح، فلا تظننا أننا نحن يعني عبارة كأننا لا نفهم شيء صحيح، أو مغفلين فتأتي وعذرا على المقاطعة دكتور محمد، يعني والدليل على ذلك هو أن رئيس أردوغان بعد أن قام بأداء التحية والسلام على إلهام عليف ذهب أيضا له وهو يتواجد في الصف الثاني وسلم على رئيس وزراء أرمينيا. نعم نعم نعم، هذا هو معناها صحيح، نحن مع الجميع، ولكن لا يمكن أن يقدم ما ينبغي تقديمه وأن نؤخر ما ينبغي تأخيره.